بدنا عجل. فاضطريت عشان اسافر مزار اجي وخليج اتفرج على عجول. يوم يوم نيجي هنا نتفرج. كل يوم اقول لهم في عجول جديده. وفي اخر يوم اقول لهم ما لقيتش العجل بتقويه. كل عام باجي هين بكون الحوش هذا مليان، ما فيش فيه وسع. السنة هذه فيش غير أنا تقريبا. وجاي لهدف ترى مش عشان الشباب. عشان أسعد الأولاد اللي متعودين كل سنة يجي هم بنفسهم يجيبوا الخروف أو العجل اللي نكون بليلهم. السنة هذه جايين بس يتفرجوا.